التوابل ده، تتبيلة الفرخ إن شاء الله، بصل وثوم وفلفل أخضر وفلفل أحمر وشوكة برتقالة وشوكة سلندين إن شاء الله، تدي طعم وريحة ما شاء الله، تتبيلة ما شاء الله، تضربهم في الكبدة وتحط البهارات ما شاء الله، هذا زنجبيل وهذا كمون وهذا فلفل وهذه كرفة وهذا ثوم بودرة، وأنا حاطة ثوم طبيعي أصلا، الله الله، وماء هذا ملح صلصة، الله الله الله، اللهم حسنا مسح يا مسير، الله الله الله، زيت الفرن، الفرن، وزيت الكمون. حاجة عشان تبقى طعمها حلو أصلا وكده، هي على كل حاجة تضربها بقطعات وتبدأ أكل ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله 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 الله، حاجة جميلة ما شاء الله، بسم الله يا أستاذة بطوط، الله 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 الله، طبق الثلاجة الصبح زي ما تحب تعملها. الريح ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله ما شاء الله، كده كده بقى تجهزتها في سنة بتنضفها دي كله بقى عشان ما يتحرقش، حاجة بسيطة كل حاجة على الطبيعة، الله يسلمك، الله يسلمك، التلاجة وقف غطيها، أي حاجة تحطها في التلاجة غطيها، الله 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 الله، تسلم إيديك ما شاء الله، الله 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 الله، تسلم إيديك ما شاء الله على الجمال، الله الله، اللهم اغفر خاطر والدي يا رب العالمين، معلمتني كل حاجة، ما حوجتني لأي حاجة ولا الجرى ولا حاجة. أنا بخاطرها يا رب العالمين يا رب العالمين.